هذا يسأل عن حكم الجوائز اللي تعملها الشركات أو محلات التجارة مع السلع، هذا أمر لا يجوز هذا، لأن هذا إضاعة للمال، وأيضا هذا معناه إن الناس يتهالكون على محل واحد يشرون منه ويتركون بقية المحلات، وهذا يضر بالناس. وهذه الهدية ما أجك مجانا، هذه أخذين ثمنها منك، مزودين ثمن السلعة بما يقابل الهدية، ما أعطوك إياه تبرع. فهذا الأمر لا يجوز، ولا تذهب إليهم علشان تأخذ الهدية، لا تروح لهم علشان تأخذ الهدية. نعم.